أن التهمت النيران مساحات شاسعة رغم حملات التوعية والمجهودات المبذولة من قبل المديرية العامة للغابات. تقول منى العبديش: ارتفاع درجات الحرارة والمبالاة المواطنين أهم الأسباب التي أدت لاندلاع عشرات بل مئات الحرائق في ولاية تيزي وزو، حرائق أتلفت لحد اليوم ضعف المساحة التي سجلتها الولاية في نفس الفترة من السنة الماضية. تم تسجيل 176 حريق على مستوى تراب الولاية، وأيضا تم إتلاف مساحة إجمالية للتكوينات النباتية منها الغابات الأحراش والأشجار المثمرة 2670 هكتار. التكوين النباتي اللي سجل أكبر عدد من الحرائق وأكبر مساحة هي تكوين الأدغال والأحراش. ولمواجهة هذه الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس مجهودات جبارة تقوم بها مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات. 14 وحدة ثانوية عبر ولاية تيزي وزو كانت مجندة لإطفاء هذه الحرائق، وهذا بالتعاون مع مختلف المصالح في الولاية خاصة مصالح الغابات، وكذا الدعم يعني تاع المواطنين اللي مشكورين على ذلك. النداء تاعنا للسكان المنطقة يعني هو نزع الحشائش حول المنازل وحول القرى، وهذا لتجنب هذه الحرائق. احتراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات في قرى ومداشر ولاية تيزي وزو كل سنة جعل السلطات الوصية تسعى وبكل الطرق لمحاربة هذه الظاهرة. في مستجدات فيروس كورونا في العالم بدأت العديد من الدول فرض قيود إضافية